مصر استشاري طب الطوارئ بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أهلا دكتور. ستي، أهلا. دكتور، إيه رأيك في كارديو أليكس السنة دي؟ الحقيقة كارديو أليكس من المؤتمرات اللي بنحب دايماً إن احنا نواظب على حضورها، لأن يعني من الحاجات اللي بتسعدنا إن احنا بنقابل أساتذة في علم القلب والتخصص دوت، من التخصصات المهمة جداً لأطباء الطوارئ. فهو بيجمع ما بين إن يكون التخصص كله تبع القلب، إنما بيدي جزء لكيفية التعامل في الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ، وبالتالي هو بيجمع ما بين التخصصين. فدي الحقيقة من الحاجات اللي بنحبها في كارديو أليكس، وبنستناها من السنة للسنة، ودايما بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، كنا عايزين نعرف ايه المراحل او ايه بدايات العلاج لما مريض قلب بيدخل غرفة الطوارئ، يعني ايه اللي بيتعمل له؟ الحقيقة هو الطوارئ احنا بنقول فيها ان احنا بنبتدي فيها، يعني هو الطبيب بيقابل المريض وهو في حالة البانيك اللي هو فيها، ولسه مش معروف عنه اي حاجة، واهله برضه في حالة يعني اضطراب لان مش عارفين ايه المشكلة. فالمفروض ان الطبيب الطوارئ بيبدأ العلاج على حسب ما هو شايف الحالة ماشية في انهي دايركشن او في انهي اتجاه. في الحقيقة إن طبيب الطوارئ لازم يكون، بسميه أنا طبيب واسع الطيف، لأن هو بيقابل كل التخصصات. وطبعاً من أكتر الحاجات اللي بيقابلها طبيب الطوارئ هي مشاكل القلب، لأن دي من المشاكل اللي احنا بنسميها إن هي مشاكل مهددة للحياة. وبالتالي بأي بني آدم أو أي إنسان بيشعر إن هو في ألم في صدره أو احتمالية مشكلة في القلب بيتجه على طول للطوارئ، ما بينتظرش. وده طبعا بيدي فرصة كويسة ان احنا نبتدي على طول العلاج. بيبدأ العلاج من اللحظة اللي الطبيب بيسمع فيها التاريخ المرضي بتاع المريض، مجرد الشكوى بيحللها، وبيبتدي يتجه الى الفحوصات بتاعته. وفي الوقت نفسه بمجرد ما بيحس ان الاتجاه بتاع الحالة هو ماشي في اتجاه مشكلة تخص القلب، بيتصل بأخصائي القلب وبيبتدي يجهز معاه ويعد المريض لأنه هو يسلمه بعد كده للتخصص المطلوب. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، ونتمنى نشوفك كل سنة. شكرا جزيلا. شكرا.